الراديو 90-90 هواها مصر. الاخ الاخ. طب تعالوا نروح بقى لليابان. اليابان زي ما قلت لكم مثال للنجاح الحقيقه، ولازم نقف عند تجربتها في حاجات كتير عشان نستفيد منها. ده بالاضافه ان زي ما قلنا عندهم بعض العادات والتقاليد الشبيهه مشابهه لينا شويه. في اليابان مش هقول لكم بقى ان الناس هناك كانوا بيبلغوا عن الفاسدين او المرتشين، يعني مش هحكي عن الموضوع ده لانه ده العادي، ده العادي عندهم. يعني ده مش ان هم بيعملوا خطوه زياده، لا ده منهج عادي جدا انه لما تشوف حد فاسد بتبلغ عنه، ده الف به بالنسبه لهم يعني. انما درجه مكافحه الفساد الشعبي في اليابان وصلت انه موظف في بلديه في احدى المدن في ولايه اوساكا اليابانيه، الموظف ده عمل ايه؟ راح بلغ عن رئيسه. طب رئيسه ده يا جماعه كان بيختلس؟ لا. كان قفشه بيرتشي؟ لا. لقى انه عين حد بالواسطه؟ لا. امال رئيسه ده كان بيعمل ايه؟ هذا الموظف راح بلغ عن رئيسه عشان رئيسه اكتشف، يعني الموظف انه رئيسه بالصدفه اكتشف ايه بقى؟ اكتشف ان رئيسه كان قاعد بيلعب كوتشينة، عارفين لعبة سوليتير اللي على الكمبيوتر؟ فالموظف ده لقى انه رئيسه قاعد بيلعب سوليتير فراح بلغ عليه. ليه بقى؟ لانه قال لك ده الراجل ده بيضيع ساعات العمل الرسمية في تفاهة، ما بيشتغلش. فراح بلغ إدارة الموارد البشرية في رئيسه ده في العمل. انتم متخيلين الموضوع وصل معهم لدرجة ايه؟ اللي هو عندك هنا لو قفشت حد بيلعب سولتير تقول له يا عم انت طب بتشوف شغلك، بس يعني برفع عن نفسي بس ده كلهم دقيقتين يعني هلعب دور كده وخلاص. بس هناك مفيش هزار في الكلام ده، في مواعيد عمل رسميه فهي للعمل فقط مش للعب وكوتشينه. النتيجه الحقيقه انه هذا الشخص المسؤول اللي بلغ عنه عشان بيلعب سولتير اتحكم عليه بايه؟ اتحكم عليه باعاده ما يعادل ما قيمته يعني $7,600 كغرامه على اهداره لساعات العمل الرسمية. ده واحد. اتنين، تم خصم 10% من أجره لمدة شهرين كنوع من العقاب. تلاتة، نشر أو كتب اعتذار بخط إيده بيعترف فيه بذنبه وتقصيره في العمل وطلب من الناس إن هي تسامحه واتنشر الاعتذار ده. ناس ما بتهزرش يا جماعة، ناس ما بتهزرش. عرفتوا ليه البلاد دي متقدمة؟ عشان ما فيش هزار في الشغل. الشغل شغل والهزار هزار، هزر بره الشغل زي ما انت عايز، انما جوه الشغل ساعات العمل الرسميه هي للعمل فقط. اوعدنا يا رب اوعدنا.